حياكم الله من جديد. حققت المملكة إنجازا بارزا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، حيث صعدت 25 مرتبة محققة المركز الرابع عالميا والأول إقليميا والثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. يأتي هذا التقدم كجزء من مساعي المملكة المستمرة لتنفيذ رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين. عن أحد الجهات المساهمة في هذا التحول وهذه المراكز المتقدمة، يسعدنا أن نستضيف معي عبر سكايب المهندس مساعد العتيبي وكيل التحول الرقمي بوزارة البلديات والإسكان. مساء الخير مهندس مساعد، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا بها اليوم. الله يبارك فيك ويحييك أخوي جمال، حياك الله. الله يحييك. خلنا نسألك بالبداية يمكن عن العوامل اللي ساعدتنا اليوم في السعودية أنه نصل لهذا التقدم الكبير تحديدا في مجال الحكومة الإلكترونية. من وجهة نظرك وش أهم العوامل اللي ساعدت على هالشيء؟ طبعا أخوي، يمكن العوامل ولماذا تقدمت المملكة رقميا، في البداية بس بعرج على بعض الأرقام وبذكر لك بعد ذلك العوامل اللي ساعدتنا أن نمشي فيها. في البداية طبعا المملكة العربية السعودية يمكن قفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة للتطور الحكومة الإلكترونية، وتدخل لوحدها في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم كأول دولة من الشرق الأوسط تدخل هذه القائمة. وأظهرت المملكة العربية السعودية أيضا تفوق في المؤشرات الفرعية وحققت المرتبة الثانية عالميا في الخدمات الحكومية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والأولى في الشرق الأوسط والثانية آسيوية. أيضا المملكة في أحد المؤشرات الفرعية واصلت تفوقها في مجال البيانات المفتوحة وحققت المرتبة الأولى إقليميا وآسيويا وعالميا وتتصدر دول مجموعة العشرين. طبعا وش العوامل أو لماذا هذه القفزات صارت في عام 2024؟ اليوم رؤية المملكة 2030 جزء كبير من مبادرات الحكومة الإلكترونية كانت تم العمل عليها من عام 2015 من بداية الرؤية، كوضع للمستهدفات تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل يعني بشكل أساسي. فالحراك هذا هو حراك تام، يعني بدأ، يعني ما هو بحراك اليوم نحصده، ولكنه حراك بدأ من عام 2015 وعملت فيه الجهات الحكومية بتناغم مع هيئة الحكومة الرقمية مع الجهات ذات الصلة للوصول لهذه الغاية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني كان فيه وضوح في المستهدفات وكان فيه مرونة في التنفيذ ويعني وسرعة في التنفيذ، لأن الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي بطبيعته يفرض يعني جوانب يفترض أن يكون فيه مرونة عالية. فاليوم اتخاذ القرار سهل وسريع، وأيضا فيه مرونة في التطبيق بشكل أساسي وقاعدين نتطور. فبعطيك مثلا مثال بسيط. اليوم مثلا المنصات الحكومية اللي نستخدمها اليوم احنا كمواطنين، مثلا منصة أبشر، منصة بلدي، منصة سكني، منصة صحتي، في عام 2020 كانت يعني لها مشهد معين ولها وضع معين. في عام 2024 هي مختلفة تماما وقاعدة تكبر وقاعدة تنمو بشكل أساسي. هل النمو هذا يعني طبيعي؟ لا، هو كان عبارة عن خطة ضمن برنامج الحكومة الشاملة نازل من برنامج أو خلينا نقول رؤية المملكة 2030 لتحقيق هذه المستهدفات. فعملت الحكومة الرقمية على تنظيم أو إتاحة الوصول الإلكتروني للخدمات الحكومية لكافة الجهات ذات الصلة وطورت الخدمات على هالأساس. هذا جانب. الجانب الثاني اللي ساعد بشكل كبير اللي هو تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة. فإحنا اليوم استشعرنا في عام 2021 أو عام 2022 استشعرت الحكومة ضرورة تبني التقنيات الناشئة وإتاحة البيانات والذكاء الاصطناعي، وطلع مؤشر مع هيئة الحكومة الرقمية، طلع المؤشر هذا تقريبا اسمه مؤشر تبني التقنيات الناشئة، صدر عام 2022 تقريبا. وبدأت الجهات الحكومية تعمل في استراتيجياتها وحلولها على هذا الجانب عشان تنمي هذه القدرات. فعملنا استباقا على تبني التقنيات الناشئة وأيضا طورنا خدماتنا القائمة. فكان الناتج عندنا أنه خدمات إلكترونية سهلة متاحة للمواطن يستطيع أن يستفيد منها، سواء كانت لمختلف القطاعات. نحن نتكلم على لما نقول الحكومة الشاملة ترى نتكلم إحنا على منصات حكومية شاملة زي منصة اعتماد، منصة أبشر، منصة صحتي، منصة بلدي، منصة سكني. هذه المنصات كان لها زخم معين وتركيز وعظم الأثر فيها.
الحراك الثاني كان على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئه، وهذا كان فيه تركيز كبير وصار له ادابتيشن او خلينا نقول تبني في مرحله مبكره، يعني ما اجلنا، لا تقدمنا فيه. ولما صار التقييم وحتى في التقرير اللي طلع من تقرير الامم المتحده، يعني ترى اليوم المملكه العربيه السعوديه فعليا احنا صرنا يعني مرجع رئيسي في العالم في ممارسات الحكومه الالكترونيه. يعني تمت الاشاده مثلا في برنامج البلديات الذكيه اللي اعتمدناه احنا في وزاره البلديات والاسكان، تمت الاشاده ايضا بتطبيق صحتي لدى وزاره الصحه، تمت الاشاده باكثر من مبادره تم تنفيذها عندنا في المملكه العربيه السعوديه وذكرها كبنش مارك لدول العالم. واضح. هذه الحوافز هذه اللي وصلنا ان شاء الله لها. يعني المرتبة هذه الفكرة واضحة مهندس مساعد. خلنا ناخذ يمكن زاوية أكبر وأوسع بالنسبة للمواطنين والمقيمين. كل الجهات الحكومية كان عندها نوع من الخدمات المقدمة، وكان في رحلة يستفيد منها الشخص اللي يطلب خدمات من هالجهات تمتد لأيام محددة وأيام معينة. وش تغير عقب التحول الرقمي؟ يعني وش الأثر اللي صار بعد ما حققنا هالمراكز، من ناحية الوقت، من ناحية الجودة، من ناحية أيضا الوصول السريع للمستفيدين؟ طبعا هو اللي ذكرتها طال عمرك، اليوم إتاحة الوصول الإلكتروني والسهل للخدمات الإلكترونية تقريبا هذا هو أبرز أثر. يعني اليوم اللي هي إتاحة الوصول الإلكتروني للخدمات، نتكلم اليوم مثلا في مثلا المنصات اللي اليوم تشرف عليها مثلا وزارة البلديات والإسكان، منصة بلدي، منصة سكني، منصة إيجار، هذه المنصات أتاحت وصول إلكتروني سهل للمواطنين للحصول على هذه الخدمات في كافة مدن المملكة يعني بنفس المستوى. فأنت اليوم سواء كانت في منطقة مثل في المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى، تستطيع وصول الخدمات هذه. هذا جانب. الجانب الثاني، الأثر الثاني، رضا المواطنين عن الخدمات. هذا الأثر تحقق اليوم، رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة. نتكلم احنا اليوم ممكن تجاوزنا تقريبا نسبة 85% كمؤشر رضا أو نضج للخدمات الرقمية على مستوى الحكومة بشكل كامل. تقريبا وصلنا يمكن 85%. هذا الأثر الثاني يتحقق. الأثر الثالث الله يحفظك، موضوع سهولة الحصول على الخدمة. فصارت الخدمة بدل ما يعني نسبة كبيرة من الخدمات هي عبارة عن خدمات فورية تحصل عليها رقميا فوريا، وجزء كبير من وجزء آخر من الخدمات نعمل على تطويرها اللي هي فيها يعني تأخذ لها 3 أيام عمل، تأخذ لها 7 أيام عمل على ما تنجز هذه الخدمة. فهذا جزء من الحراك التطويري اللي مع الجهات، أنهم دائما يعني محفزين، ونعمل مع الحكومة الرقمية أن نحول هذه الخدمات من خدمات يعني تأخذ وقت معالجة 7 أيام إلى وقت فوري. فتقريبا هذا يعني هذا الأساس. كم عدد الخدمات اللي نتكلم عنها اليوم، أو خدمات اللي تأتمتت أو شملها يعني شملتها هذه المبادرة، مبادرة التحول الرقمي، سواء على مستوى الحكومة وإذا ما كانت تحضرك الأرقام حتى على مستوى الوزارة؟ على مستوى البلديات الله يحفظك، على مستوى البلديات والاسكان احنا نتكلم على اكثر من 500 خدمة إلكترونية اليوم متاحة من خلال المنصات. كبير والله. أكثر من 500 مقارنة بعام 2020، ما كنا عند الرقم هذا نهائيا، كنا احنا نتكلم على يمكن 150 أو حاجة زي كذا في عام 2020. كم عدد المستفيدين والمستخدمين لهذه الخدمات؟ عدد المستخدمين مثلا في منصة بلدي احنا نتكلم على 5 مليون مستخدم، في منصة سكني احنا نتكلم على 4 مليون مستخدم، في منصة إيجار احنا نتكلم على 4 مليون 800 ألف مستخدم. أرقام احنا نتكلم عن شريحة واسعة من المواطنين، رجال الأعمال بمختلف يعني السيجمنت، سواء كانوا رجال أعمال أو مواطنين أو أفراد، يحصلون على خدمات هذه المتاحة لهم بشكل إلكتروني وسهل و24 ساعة تقريبا. جيد. أنا بس برجع لنقطة مهمة. اليوم احنا عندنا مبادرة التحول الرقمي، لا شك أنها قفزت يعني بمفهوم حتى الخدمة بشكل عام. هالمبادرات وش حسنت بالخدمات الحكومية؟ هل هي نقلت الخدمة بس بشكلها الحالي إلى خدمة مؤتمتة، ولا لا صار في تطوير أكثر وتحسين أكثر على الخدمات الحكومية؟
لا، هو الاساس التحسين، يعني هو اليوم ما ننقل الورق نفسه، هو يعني في رحله التحول الرقمي فيها موضوع يعني تطوير الخدمات، يعني نماذج عمل مبتكره لتقديم هذه الخدمات. فعلى سبيل المثال مثلا الرخص التجاريه سابقا في البلديات سابقا كانت البروسس طويله جدا، يمكن تاخذ من عندك 21 يوم عمل عشان تحصل على رخصه تجاريه. اليوم قاعد انت تحصل عليها فوريا، فتم ابتكار نموذج عمل مبتكر أتاح لصاحب العمل أن يحصل على رخصته بشكل فوري، ويكون فيه بعد ذلك رقابة لاحقة عليه. هذا مثال. مثال ثاني عندنا رحلة التملك للسكن، وهذه يعني قصة جميلة عندنا. صار اليوم الاستحقاق من أول كان تقريبا 6 شهور تقريبا عشان تعرف أنت مستحق للسكن أو غير مستحق، اليوم الاستحقاق في السكن استحقاق فوري. فالخدمات لما نتيحها بشكل إلكتروني نتدرج في النضج. في البدايه تكون يعني بيسك او خلينا نقول يعني مستوى اساسي وصول الكتروني للخدمه، بعدين تتجود الخدمه هذه لحد ما تصل الى مستوى نضجك اعلى ويكون فوري. فالاساس هو تحسين الاجراءات. طبعا لما احنا نحسن الاجراءات ترى في جانب مهم جدا اشار له حتى يمكن التقرير الامم المتحده، موضوع المشاركه الالكترونيه. اليوم احنا لما نطور خدماتنا ترى نشرك المستفيدين ونشرك العملاء معنا. فاحنا اليوم لما نطلع بتشريعات ونطلع بتحديات احنا كيف نطور خدماتنا، يعني يكون في عندنا لائحه وعندنا تشريع، بيكون في مشاركه من المواطنين ومن اصحاب المصلحه وحتى رجال الاعمال والغرف التجاريه، نعمل معهم على رصد تحدياتهم وناخذ تحدياتهم كمدخلات عندنا في تطوير هذه الخدمات. فاليوم عندنا مستوى المشاركه الالكترونيه عندنا عالي جدا، لان احنا لما نطور هذه الخدمات لا نطورها بمنظور الحكومه، ولكن نشرك معنا اصحاب المصلحه ويدخلون معنا في مرحله التصميم للخدمه نفسها. على فكره يمكن احد المؤشرات اللي اشار لها التقرير اللي هو مؤشر المشاركه الالكترونيه، المملكه حققت 7 تقريبا فيه، والثالثه اسيويا والاولى اقليميا. المشاركه الالكترونيه المقصود فيها انه اليوم الاستماع المستمر من المواطنين ومن رجال الاعمال وتطوير الخدمات تبعا لذلك. وعليها يبدا يرتفع معك مؤشر الرضا. انت كيف تقيس رضا الناس على خدمات الكترونيه؟ لو انت قدمتها بنفس النموذج القديم او بدون ما تطوره، الناس ما بتكون من طرف واحد، لكن لما يكون في الطرفين انت راح تصل الى جوده معينه تحقق رضا المستفيد. فيمشي معك المؤشر يعني تصاعديا، بتلاحظ انه تشوف الاثر قاعد يرتفع. والحين مؤشر الرضا على مستوى الحكومه بشكل كامل نتكلم احنا عن 85% تقريبا، هذا الافرج وهذا متوسط تقريبا. جي وقاعدين نمشي على الاساس هذا. وش نتوقع بالمستقبل في الحكومة الإلكترونية؟ يعني دائم في فرص أكيد للتحسين، لكن حنا نعتقد أنه وصلنا لأقصى شيء. يعني وش اللي بعد؟ وش اللي بعد؟ هذا أخطر شيء، هو هذا أخطر شيء، لأن على قولتهم يمكن الوصول أنك تصل للقمة سهل سهل، لكن المحافظة عليها أصعب. نعم، فالجانب يمكن الفترة القادمة بيكون التركيز بشكل كبير على تعزيز الأدابتيشن أو التبني للتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والبيانات. تقريبا هذا بيكون عليها فوكس وعليها زخم كبير، وننتقل بالحكومة الإلكترونية، وهذا يعني جزء من الحراك اللي قائم مع هذه الحكومة الرقمية. ننتقل بالحكومة الإلكترونية إلى حكومة ذكية. الحكومة الذكية هي اللي تقدم خدماتها للمواطنين بناء على الذكاء الاصطناعي، بناء على البيانات، فيكون بريدكتيف وتكون يعني استباقية. فالنكست ليفل لنا انها يكون حكومه ذكيه. الحكومه الذكيه هي اللي تقوم على الذكاء الاصطناعي والبيانات والاستفاده من التقنيات الناشئه. تبنيناها مسبقا، يعني ما هي بحاجه سوف نتبناها، لا، الحراك فيها قائم من عام 2022 او حتى قبلها. وفي عمل كبير على البنيه التحتيه مع هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات ومع هيئه الحكومه الرقميه ووزاره الاتصالات، في يعني المراكز الخدمه الحوسبه السحابيه، البنى التحتيه اللي موجوده عندنا، بناء القدرات ايضا. ففي جوانب كثيره، يعني اليوم لا يقتصر الموضوع على الجانب الرقمي، ففي جانب ايضا لتطوير خلينا نقول الكادر البشري وتطوير الموارد البشريه في هذا الجانب. فهذه كلها مع بعضها ان شاء الله تعمل عليها ضمن برامج يعني واضحه يمكن مستهدفاتها او يعني منطلقه في يعني في اعمالها. نعم، وباذن الله يعني نكون افضل وافضل خلال الفتره القادمه باذن الله. اشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك لكل هالمعلومات القيمه، المهندس مساعد العتيبي وكيل التحول الرقمي بوزاره البلديات والاسكان. شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل لنعوده.